رسول الله رسول إله وكا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهم ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. عدنان باتفاق العلماء ومن ولد إسماعيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودروستي أنكو قادين نسيرة النبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنكو أخرين كتاب كالليلة، هذا خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. وحن سو قادني رعيه الغنم وسفرته الأولى إلى الشام. رعيه هو إلى لين تنبج إلى لين يجي الغنم أرجع، وسفرته الأولى هي سفر كيسيكو بعد إلى الشام، وحقة هي الشام أضافي نبيج عليه الصلاة والسلام لور قرب أضافي، وسفر كي وجهري الشام أتري نبيج صلى الله عليه وسلم. وحنكسر هذا الدرس هراء إنه أدركي وسوكري أدركينا إنه حالا يرى إنه أولاد بدنا هذا إسكلي تأسك أيوها نبيه صلى الله عليه وسلم وحو يسكد يي إنه أدركي وقرقارو دأداسي ويريه النبي عليه الصلاة والسلام حو قبن كرا شقدي وقبن لها أيان كجها لينا والنبي قبطي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم نبي وحاؤها في صغره يرانتيسي يرعى الغنم أرجع متشير أيوها لأهل مكة ترى مكة أيو أرجع أشري شري بأشرة مقشايد ير العجير أو يعيش منها وكجن ولاده أو أدرك وجر جارو أيو كقادن شري نبي صلى الله عليه وسلم وحوها كان في صغره يرانتيسي يرعى الغنم كي أرجع أجا أيوها لأهل مكة رمك أيو أجي شري بأجرة مشقايد يعيش منها وكجن ولاده أو العق وكقاته أيو أجي شري ولما وقت بلغ أجاري التاسعة السجال مركي أجاري من عمره عمره سنبيجا لبي تبنى وليدي دأديس مركي نبيجا أي جاري السجال شر سافر وح أضافي إلى الشام ركا الشام ليده هذا أيو ضافي مع عمه أبي طالب وذي أديركي أها أبي طالب لأورنا يميعيس أيوها بتجارة جنعسي أي سمينيين إن جنعسدان أي دونيين ركا إيا الشام أيو أذيغان أديركي أكحيي نبيغ أو يارو السقال شيرا وحو الربائنو قرقارا وحو الربائنو بارو ركا إيا الشام أيو كحيي ولما وقت بلغ وقال التاسعة السقال من عمره عمر جيسو نبيغا سافر وحو أردوف إلى الشام لنعى الشام أيو أردوف مع عمه أديركي معيس أيوها بطالب لأورني بتجارة جنعسي إن الشقيستان ولما وقت قرب أردوادي من بصرة بصرة ماشى اللي هذا مركو أردواد والشام كتالا رآه وحا أركي نبيغا الراهب نين صوفية أيا أركي ومجي عيسى اللي يدهدو بحيرة بحيرة اللي يدهدو أيا أركي نين صوفية ومال إسكاق عبادي سنية أيا سو أقمرين نين كيبا نبيغا أركي نبيغو لشه كيستي علامات كي نبي النمدا أيوكا أركي إنان كتبتي هرأيو نين كاني هايستا علمي بادنبا كو قرن
نبي عيسى أي سيب شاريه إنه إيمان دونه نبي محمد عليه الصلاة والسلام تلمامه عيسى أي كتاب القرآن إن كان يوحو قرانا يا دالما والشيخ ويهي نين صوفية ويهي فساد كي ودن ككتشرين وكسوا بحي وحقا كل عبادي سنيو ولي وحا مسكحدي سكتشرا صفات كي نبي قاسي أيو قرانا يا نبي قا مركو أركي صلى الله عليه وسلم وحو قرتي إنو نقون دونو نبي قا سوا بحدونا ولما وقتي قرب أودواد من بصرة بصرة مركو نبي أودواد ماشا اللي ده الشام كتالا رآه وحا أركي نبي الراهب نراهب أركي الصوفية أو بحيرة بحيرة اللي ده فأخبر وحو الرمي عمه نبي أذيركي بأنه النبي محمد بأنه محمد سيكون إنو نقون دونو آخر الأنبياء أنبياء ذكي وقدم بي سيدي كتابك كقرنيت وطلب منه وحو كعط صدي أديركي أبو طالب أها أن يرجع به إنو دبو علي محمد ومحاد دبو علي خوفا إساقو كعب سنية عليه كركي إساقو كعب سنية من عدو عدو يترقبه سوغيا يهود باچوكتا يهود او كتاب اهل كتاب او كتابك قرنية او علامات كيسا قرنية او اما لين النبي قاسين يهودي او نقون دونو او لحد وضو او كسو بيحد دونو ايا قرنية مركي اركان ويل كنير اي علامات كي النبي النمدو كيالان ويدل دونا لمحايا لمحمد وعرب عربنا مجعلا سيدا أوجد يهود بأركد دونه أو يدلي دونان الدبو علي بكيري فأخبر وحو ورم عمه نبي أديركي بأنه سيكون إنو نقن دونه ويلكن يري آخر الأنبياء أنبياء ذكي قدن بيي وطلب منه وحو كعط صدي أن يرجع به إنو لن نقضو خوفا عليه سوى وقعب سنيا من عدو عدو يترقبه سوغيا محود دليل سدي إنو النبي نقانيو وقد استدل وحود دليل سدي كقرت على نبوته نبي النمديس بعلاماته على موين كيسي التي تاسو في كتب كترتي كقرنيت كتبتي أهل كتاب أهل كتابك كتبتو دا علاماتك كقرنيت أيو دليل سدي وقد استدل وحود دليل سدي على نبوته نبي النمديس او كوغرتي بعلاماته علاماتك النبي علامات كاسو التي تاسو في كتب اهل الكتاب اهل كتابك كتبته اذا كقرنيت اسئله مركز سؤاله بماذا كان محوها يشتغل في صغره يرانتي سي محوك الشقيني النبي متى سافر حلمه اردوف الى الشام حقا اي الشام حلمه اردوف مع من سافر أيو لدوفي من رآه أيا أركي في سفرته الأولى سفر كي ساكو باد أيا أركي وإنك رهيبك ماذا أخبر عمه أديركي نبي أديركي محو ورمي أديقى صوفيقي ماذا طلب منه محو كعط صدينا بماذا استدل محو دليل سدي على نبوته إنو النبي نقن دونو الخلاصة وقب قبدي كان في صغره نبي يرانتي سيوحو أها يرعى الغنم أرق أيو تشري تشري لأهل مكة ريم مكة أيو تشري تشري نبي إلهي أصادري أن أرق سو تشري مكرو أرق وحا لغو برطا صبرك أرق تشريه صبرك لغو برطا لنك أرق تشريه كسبر بدينها كجيلة تشريه كجيلو جيلي ساسي وكينتو كسي دينيه لكن أرجو كلا باهيا وكلا دادانيا وشبايا نبيجو حكوب برنا كبرنا يا صبر كوكب برنا يا وصاور رنا يا وقت كيسنا يا أرجو لب ذي طلبات وحى أي تلمام ميسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحى لص دريا أمدا أو قاركود عد عد عبودا قار لجح عبودا قار بوح نبي جوح على ليه هسه أدي جاسو كلا ويان ده كاني كصبر وقت كيسو يا ليه أدي تروه
نحريس بدن أيالو يقانا قيل شروه نحريس بدن ملي كان في صغره نبي جوحو أها يرانتي سيرع الغنم مد أريجا قال لي أهل مكة رم مكة أيو إيجي شري وسافر وحو أضاف إلى الشام حق إيه الشام مع عمه أدير كبال السعودي وهو نبي جونا ابن 90 سجال شير أيوها أو ابن 13 أما صدحية تبنشير أيوها ورآه وحا أركي الراهب نينكي سوفيقا أها بحير الأرني وعرف فيه وحو كوغرتي علامات النبوة على مده نبي النمدى أيو كوغرت سفرته الثانية وصفر كيسي لباد نبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام حقا إيا الشام وقدو في الخامسة والعشرين شن إيا لباد تنشير من عمره نبي عمره سمركي أقاري صلى الله عليه وسلم سافر نبي وحو في إلى الشام لنعاء إيا الشام مرة ثانية مر لباد في تجارة قنعسي سقو شقيني للسيدة هويني دي شرفت الله هيد خديجة الأرني وكانت وحي أهيد خديجة ذات شرف هويني شرف صاحبة ومال إيا العق تستأجر الرجال رقع أي كش قيسين شرت في مالها مال كيغة أي كش قين شرين والنبي محمد بيد دورته مركة مركي أي مقشي رنتيسا أخلاق ديسا وناقيسا أي مقشي أي تري إيوي يرى إيادا دورتي مركة وقد اختارته إيادا دورتي لهذا العمل شقدا إنو أشقيه أو العقتا إنتو قادو أغو شقيه إيادا دورتي محايا لي لأنها إيادو سمعت وحي مقشي بصدقه رنتيس وأمانته إي أمان ديس وأخلاقه الشريفة إيادة بعديس شرفت لئي في عن أي مقش وكان معه نبيغ معيس وحاءها أو لسعودي خادمها كي أديغي إيادة أي ميسر الأورني خادم كيغي أي الرعيسي فباع وحبي سو إيبيين ويقادين ويبيين والشام بيكو سو إيبيين وابتاع وحبي سو إيبسدين ورجع وحي لسو النقدين بربح عظيم فائدة وين أي لسو النقدين فائدة وين أي لسو النقدين إذا النبي صلى الله عليه وسلم شن إيا اللباتن شر عمري جيسو دأديسو مركي أي قادي هوين يدي خديجة لأرني عقل قبضني إلا يقاني مكة أوردن لغي يقاني إي شرفت بضني إي حولها بضني أيا وحي إن بضن مقشي نكا محمد وانين آمنة وانين رنبضن وانين وناكسن وحي تري برئيقو يارا نبيقا او يارا وحي تري لعاك تنقاضو وحان ربا إناد إيشا قيسيد إناد بايع مشتري إناد بلونا أو شقينا وحي إيبنا شام كسو إيبنا وحسو إيبنا أيا ربا نبيقو سيديبو يالي صلى الله عليه وسلم وحي راعي سويل كان يرأي ميسرة أيادو أديقا نبيقو إلهي باب بركيي قعنتي سإلهي باب بركيي تجاردي سإلهي باب بركيي نبي صلى الله عليه وسلم وحبو إيبيي مكو كإيبيي وقاذا وحقي لنعاء الشام دادكي ري الشام باكو سو تشابي سيان دادكي هورا لوغو سو تشابين وبركة دا نبيغا ويكيب سيدين فإذا بذنبو نبي سوهو يا عليه الصلاة والسلام وكاني ويكيب تمرك هنكو عليا مرك في الخامسة والعشرين شن إيا لباتن شير من عمره نبيغ عمر جيسى صلى الله عليه وسلم سافر وحو نبيغ أردوف إلى الشام شام بأردوف مرة ثانية مر لباد في تجارة قنعسي للسيدة خديجة سقو أمارت وشقيني وكانت وحي أهيد خديجة ذات شرف من شرف صاحبة ومال إيا العق تستأجر الرجال الرجع أي كش قيسين شرتي في مالها العك تيده أو فائدة سين شرتي وقد اختارته شقذا إيذا أدارت لهذا العمل عمل كان إيذا أدارتي أصدرت النبي عليه الصلاة والسلام لأنها محايالي سمعت وحي مقشي بصدقه رنتيس وأمانته إي أمانديس وأخلاقه الشريفة
iyo dabeecadiisa wanaagsan. Qofku wuxuu doortaa shaqaale wanaagsan, sida awgeed nebiga ayay dooratay. Wa kaana macahu, nebiga miciisa waxaa ahaa khaadimuhaa, u adeegaheegii iyada, maysare la odhanayay. Fabaacaa, waxbay iibiyeenoo shaam bay ku soo iibiyeen. Wabtaacaa, waxbay soo iibsadeen. Warajacaa, waxay la soo noqdeen. Biribxin cadiim, faa'iido badan ayay la soo noqdeen. As'ila, su'aalo. Mataa saafara rasuulu, nebigu xili muu u dhoofay ila shaam, dhinaca iyo shaam, fil marati athaaniya, markii labaad. Limaada saafara, muxuu u dhoofay? Kayfa kaanat sayidatu khadiija, haweeneydaa sayidada khadiija la odhanayay sidee ahayd, maxay ahayd, ka sheekee. Limaada ikhtaarat rasuul, nebiga maxay u dooratay lihaada alcamal, shaqadan maxay ugu dooratay? Man saafara macahu, nebiga ayaa la dhoofay fii haadihi almara, markan. Alkhulaasa, waa gabagabadii. Saafara ila shaam, wa saafara, wuu u dhoofay ila shaam, dhinaca iyo shaam, maratan thaaniya, mar labaad. Wa cumruhu, cumrigiisuna, da'diisuna, 25 shan iyo labaatan sano ayuu jiray. Fii tijaaratin, ganacsi, lisayidati khadiija, haweeneydaa khadiija uu u shaqaynayay. Wahiya khadiijana, sayidatun, waa sayidat, daatu ghina, lacag u saaxiiba, wa sharafin, iyo sharaf. Wa kaana macahu, nebiga miciisa waxaa ahaa ghulaamuhaa, wiilkeegii yaraa ee maysara la odhanayay. Darsigeenu intaasi ku dhan yahay maanta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Allaahumma salli wasallim wabaarik caleyh. Allaahumma salli wasallim wabaarik caleyh. Innahu khayrul anaam. Allaahumma salli caleyh. Nuruhu yajlu adh-dhalaam. Allaahumma salli caleyh. Innahu khayrul anaam. Allaahumma salli caleyh. Nuruhu yajlu adh-dhalaam. Allahumma salli alayhi. Sayyidi badru at-tamam. Allahumma salli alayhi. Rabbuna salli alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. إنه خير الأنام. اللهم صل عليه. نوره يجلو الظلام. اللهم صل عليه. إنه خير الأنام. اللهم صل عليه. نوره يجلو الظلام. اللهم صل عليه. سيدي بدر التمام. اللهم صل عليه. ربنا صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه. حبه الغالي أقام. اللهم صل عليه. في فؤادي يا سلام. اللهم صل عليه. حبه الغالي أقام. في فؤادي يا سلام. اللهم صل عليه. بلسما داوى السقام. اللهم